نشرة الأخبار من قناة وطن، والبداية من عناوين هذه النشرة. مستشار الأمن القومي يبلغ السفير البريطاني رفض الحكومة تصريحاته المتعلقة بالانتخابات العراقية، ويعدها تدخلا غير مقبول بالشأن الداخلي. مكتب الكاظمي يحدد عوامل إنجاح الانتخابات المبكرة، واللجنة الأمنية العليا للانتخابات تصدر توجيهات للقوات الأمنية بهذا الخصوص. اتهامات نيابية للحلبوسي بقتل دور مجلس النواب التشريعي والرقابي وتعطيل الجلسات والاستجوابات تغليبا لمصالحه الشخصية. محافظات تستغيث لاستثنائها من الحظر الشامل والعمل النيابية، تصف إجراءات الحكومة بالعبثية وتطالبها بتعويض المتضررين. أهلا بكم. أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي للسفير البريطاني في بغداد ستيفن هيكي أن تصريحاته الأخيرة غير مقبولة وتعد تدخلا بالشأن الداخلي العراقي. وقال الأعرجي خلال لقاء جمعه بالسفير البريطاني أن تصريحاته الأخيرة أدت إلى امتعاض الشارع العراقي والكتلة السياسية والحكومة العراقية، مبينا أنها تصريحات غير مقبولة وتعد تدخلا في الشأن الداخلي العراقي. من جهة أخرى، أبلغ الأعرج السفير البريطاني بأن العراق يطالب المجتمع الدولي وبريطانيا بشكل خاص بالتدخل لإيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن ما تقترفه إسرائيل بحق الفلسطينيين أمر مدان بكل المقاييس. هذا وقد أعربت عدد من الكتل السياسية عن رفضها لتصريحات السفير البريطاني ستيفن هيكي بشأن الانتخابات، معتبرة إياها تدخلا لا يمكن القبول به. وعبرت عدد من الكتل السياسية بينها الفتح وسائرون والمجلس الأعلى عن رفضها التام لتصريحات هيكي، واعتبرتها غير موفقة وتمثل تدخلا في الشأن الداخلي لا يمكن القبول بها أبدا، مشيرة إلى أن موضوع الانتخابات وما يتعلق بإجرائها هو من اختصاص الحكومة العراقية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والتي أكدت في أكثر من بيان عن استعدادها التام لإجراء الانتخابات المبكرة في 10 من تشرين الأول القادم. ومن جانبه، بين السفير البريطاني أن تصريحاته فسرت بشكل غير صحيح، مؤكدا احترام السيادة العراقية. وأشار هيكي إلى أن بريطانيا تثمن جهود القوات الأمنية العراقية التي تسعى لاستتباب الأمن والاستقرار في عموم العراق، معربا عن ثقته بأن الانتخابات العراقية المقبلة ستجرى في وقتها المحدد. وكان السفير البريطاني ستيفن هيك اعتبر في تصريح صحفي سابق أن البيئة الحالية غير مناسبة لإجراء الانتخابات في العراق. جددت لجنة القانونية النيابية تأكيدها مسار الآلية الدستورية لحل مجلس النواب قبل إجراء الانتخابات المقررة في 10 من تشرين الأول المقبل. وذكر عضو اللجنة النائب حسين العقابي أن حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة هو اختصاص أصيل لمجلس النواب لا لبس فيه، وأوضح أن الدستور رسم مسار الحل عبر آليتين قانونيتين، إما جمع تواقيع من ثلث أعضاء مجلس النواب أو طلب من رئيس الجمهورية باقتراح من رئاسة الوزراء. وأضاف أن حل البرلمان سواء كان مشروطا أو مقيدا بإجراء الانتخابات
من عدمها هو خيار حصري لمجلس النواب، فيما بين ضرورة أخذ اعتبارات الفراغ الدستوري يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار. أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن قوائم مرشحي المحافظات التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ليست رسمية، وذلك لعدم المصادقة عليها إلى الآن من قبل مجلس المفوضين. وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي إن عدد النساء التي تقدمن بطلبات الترشيح بلغت 963 امرأة، إلا أن هذه الأرقام قابلة للنقصان بحسب أهلية المتقدمين سواء من الرجال أو النساء. وأشارت إلى أن الأسماء المرشحة للانتخابات تدقق من قبل المكتب الوطني في شعبة شؤون المرشحين، كذلك التحقق من عدم تكرار أسماء الداعمين لهم، ثم ترسل إلى الأدلة الجنائية وهيئة النزاهة والمساءلة والعدالة ووزارة التعليم العالي، وبعد 15 يوما يتم المصادقة عليها. رجح مستشار رئيس مجلس الوزراء عبد الحسين الهنداوي الأربعاء أن تشهد الانتخابات المبكرة التي من المقرر إجراؤها في 10 من تشرين الأول المقبل مشاركة واسعة، فيما حدد 4 عوامل لإنجاحها. وقال الهنداوي إن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تقوم بإجراءات دقيقة حسب الجداول الزمنية الموضوعة، وأن اعتماد 4 عوامل هي التقنيات الحديثة للتسجيل البيومتري أو التصويت البيومتري ووجود الشركات الفاحصة والنقل البيومتري لنتائج تسريعها، فضلا عن طبيعة قانون الانتخابات لن يسمح بتزوير الانتخابات. وأتوقع الهنداوي أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات واسعة جدا، داعيا المواطنين إلى الاهتمام بالانتخابات والتصويت الواسع لأنه ضمان التغيير. أكد نائب عن كتلة بدر البرلمانية كريم المحمداوي وجود مخاوف سياسية وشعبية على نزاهة الانتخابات بسبب التواجد الأمريكي في العراق. وقال المحمداوي إن هناك مخاوف سياسية وشعبية على نزاهة الانتخابات بسبب التواجد الأمريكي في العراق، فهذا التواجد سيفتح باب التدخل في الشأن العراقي، خصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تدفع إلى وصول الجهات الموالية لها للبرلمان المقبل من أجل تمرير مشاريعها في المنطقة والعراق. وبين أن الحكومة العراقية مطالبة بشكل سريع وفوري حسم ملف التواجد الأمريكي خلال الأشهر القليلة المقبلة. هذا الملف يجب حسمه قبل موعد الانتخابات المبكرة حتى تكون هناك انتخابات نزيهة وخالية من أي تدخلات خارجية. أصدرت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات بيانا تضمن توجيهات للقوات الأمنية والعسكرية بكافة تشكيلاتها. وأكدت اللجنة في بيانها الحرص على الحفاظ على نزاهة الانتخابات من جهة، والحفاظ على استقلالية المؤسسة الأمنية من جهة أخرى، ومنعهم من الخوض بغمار الانتخابات القادمة إلا من خلال عملهم المهني المنصب على تأمين العملية الانتخابية.
النائب المستقل باسم خشان أن المصالح الشخصية لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قتلت البرلمان العراقي. وقال خشان إن دور مجلس النواب التشريعي والرقابي قتل أو قتل بسبب المصالح الشخصية لرئيس المجلس محمد الحلبوسي، فهذه المصالح هي من تعطل عدد من الاستجوابات، وهي من تعطل عقد جلسات البرلمان، كما هي من تقف عائقا أمام تمرير عدد من القوانين. وبيّن أنه من الخطأ الكبير أن يتحكم في البرلمان شخص واحد ويغيب آراء وإرادة باقي النواب، خصوصا أن الحلبوسي يدير جلسات البرلمان وفق الصفقات والمجاملات السياسية، ولهذا لا يوجد دور حقيقي للبرلمان على المستوى التشريعي أو الرقابي. أفصحت اللجنة القانونية النيابية عن أبرز القوانين المهيئة لتصويت داخل مجلس النواب. وبينت اللجنة أن أبرز القوانين التي يجب على مجلس النواب تشريعها خلال الفترة المقبلة تخص قطاع الاتصالات، ومنها قانون جرائم المعلومات وقانون وزارة الاتصالات وقانون هيئة الإعلام والاتصالات. وأشارت إلى أن هناك قوانين تخص معالجة أزمة السكن ومعالجة العشوائيات وتوفير السكن للمواطنين، هي بحاجة إلى غطاء تشريعي وهو موضوع مهم وحيوي، مبينا أن هناك قانون التقاعد للقطاع الخاص والعمال، وهناك عدد من القوانين الموجودة لدى اللجان النيابية التي يجب النظر بها وتشريعها. أعلنت لجنة النزاهة النيابية العمل على تعديل قانون هيئة النزاهة، مبينة أن التعديل سيمنح صلاحيات أوسع في ملف استرداد الأموال من الخارج وعقد الاتفاقيات الثنائية. وقالت عضو اللجنة علي نصيف أن هناك مشكلة بعدم وجود تنسيق بين الجهات التي لها علاقة باسترداد الأموال من الخارج، إضافة إلى قصور القانون والتحديات التي يواجهها ملف الاسترداد قبل وبعد 2003. وأكدت نصيف عمل اللجنة على إجراء تعديل قانون الهيئة لتوسيع فصل استرداد الأموال العراقية قبل وبعد 2003، وإضافة مواد تعطي مساحة إلى القضاء وهيئة الاسترداد لعقد اتفاقيات ثنائية ومفاتحة الأمم المتحدة بشأن استرداد الأموال بوصفه ملفا كبيرا. بيّنت وزارة التخطيط أن مشروع الرقم الوظيفي الجاري العمل فيه حاليا سيرتبط بمصارف الربط أو الرواتب في فترة لاحقة. وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهر الهنداوي إن مشروع الرقم الوظيفي سيشمل جميع وزارات الدولة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وجميع مؤسسات الدولة، مبينا أن النظام سيكون عبارة عن قاعدة بيانات تشمل موظفي الدولة كافة بمختلف الدرجات والمستويات. وأوضح أن الرقم الوظيفي يعالج مشاكل الجسد الوظيفي ويعطي صورة واضحة للحكومة لرسم سياسات مستقبلية ومعرفة حجم الإنفاقات المالية على مستوى الأعوام المقبلة وطبيعة معرفة الاختصاصات والخبرات الموجودة في مؤسسات الدولة، مضيفا أن العمل بالمشروع سينتهي قبل نهاية العام. أكدت النائبة عن محافظة الديوانية ضحى الحسيني أن نصف سكان المحافظة يعيشون تحت خط الفقر بسبب البطالة وارتفاع سعر صرف الدولار. وقالت الحسيني إن الديوانية ثاني محافظة في مستوى الفقر بالعراق، مبينة أن ارتفاع الأسعار أو ارتفاع أسعار الدولار وازدياد جيوش العاطلين عن العمل هي أبرز الأسباب لتفاقم الظاهرة. وأضافت أن نصف سكان محافظة الديوانية يعيشون تحت طائلة الفقر كون المحافظة لا تمتلك أي مواقع استراتيجية أو دينية سوى كونها محافظة زراعية، داعية الحكومة المركزية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المحافظة. أهلا بكم من جديد. وصف نائب رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية حسين عرب بيان العمليات المشتركة المتعلق بإجراءات الحظر بأنه بيان حرب. وبيّن عرب أن عدد المواطنين الذين يرزحون تحت خط الفقر بلغ 8 ملايين مواطن، متسائلا عن خطط الحكومة الغائبة لتعويض الملايين المتضررة من جراء قراراتها المذكورة.
وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي إجراءات الحظر الشامل أمنية وليست صحية وتصل إلى حالة القصر في تنفيذها في بعض الأحيان دون مراعاة للحالات الإنسانية. وأضاف الغراوي في بيان أن آلاف العوائل تعيش على قوتها اليومي الذي حرموا منه بسبب الحظر، إضافة إلى الخسائر بالمليارات التي لحقت بالأسواق الاقتصادية. ذكر أن العراق لا يحتاج إلى حظر أمني بل يحتاج إلى تعزيز إجراءات الوقاية وحث المواطنين على أخذ اللقاح. وتابع بالقول: نطالب خلية الأزمة وقيادة العمليات المشتركة بإلغاء الحظر الشامل والسماح لكل مواطن يحمل بطاقة التلقيح بالتحرك وفتح كافة المراكز الصحية صباحا ومساء وحث المواطنين على أخذ اللقاح. أفاد مصدر أمني في محافظة بابل باستخدام قوات أمنية رصاص الحي لتفريق العشرات من المتظاهرين قاموا بكسر حظر التجوال. ونقل مراسلنا عن المصدر أن قوة أمنية قامت بتفريق متظاهرين مطالبين بإلغاء حظر التجول في منطقة شارع الإمام التابعة لناحية أبي غرق في محافظة بابل بالرصاص الحي، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص أو أكثر. وأضاف أن القوات قامت بملاحقة المتظاهرين بعد تفريقهم في الأحياء السكنية واعتقال 2 منهم، لافتا إلى أن معظم المتظاهرين من الكسبة وأصحاب الدخل المحدود. وتابعوا أن القوات طالبت المتظاهرين بالانسحاب لكنهم رفضوا، مما أدى إلى استخدام الرصاص الحي وقنابل مسيلة للدموع وأسلحة الصيد في فك الاحتجاجات. تظاهر العشرات في مدينة السماوة بمحافظة المثنى رفضا لإجراءات الحظر الصحي وتأثيراتها السلبية على واقعهم المعيشي. وطالب المحتجون الحكومة بوضع خطط مدروسة للحد من الجائحة من غير المساس بقوتهم اليومي. يذكر أن محافظة المثنى تعد من أكثر المحافظات العراقية في معدلات الفقر، الأمر الذي يضاعف أعداد المتضررين جراء إجراءات الحظر المفروضة وجراء القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة. وعلى خلفية الاحتجاجات الأخيرة في المثنى، جدد محافظ المثنى أحمد منفي جودة مطالبة الحكومة باستثناء المحافظة من إجراءات حظر التجوال، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي في المثنى وتطبيق الحظر له أضرار كبيرة على الكسبة وذوي الدخل المحدود من المواطنين. دولة رئيس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي المحترم، إن محافظة المثنى من المحافظات التي تعاني من نسبة كبيرة من الفقر، وأن تطبيق إجراءات حظر التجوال الوقائي في هذه المحافظة يتسبب في توقف الموارد الاقتصادية الوحيدة للآلاف من أبناء محافظة المثنى من الكسبة وذوي الدخل المحدود الذين يكسبون قوتهم يوميا. لهذا نناشدكم يا دولة رئيس الوزراء من استثناء محافظة المثنى من إجراءات الحظر للحفاظ على معيشة أبناء المحافظة، علما أن المثنى من المحافظات التي توجد فيها نسب قليلة جدا من إصابات في جائحة كورونا، وهي مغلقة لا يدخل فيها أي أحد من بقية المحافظات. ونتمنى أن النظر لدولتكم بعين الأبوة إلى أبناء المحافظة التي زرتها قبل فترة قليلة وشاهدت طيبة أهلها وناسها. انطلقت ليلة أمس الأربعاء في مدينة الناصرية تظاهرات تطالب برفع الحظر من مدن المحافظة. وقام المتظاهرون برفع الحظر أو الحواجز من الطرق والشوارع التي وضعتها القوات الأمنية لتطبيق الحظر الشامل في المحافظة، وحدثت صدامات مع القوات الأمنية وانتهت بانسحاب القوات الأمنية وفتح أغلب الشوارع في الناصرية. ومن جهتها رهنت وزارة الصحة تخفيف إجراءات الحظر الشامل والإغلاق الشامل بتراجع الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة. وقالت عضو الفريق الإعلامي الطبي في الوزارة ربى الفلاحي إن قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية هي لتقليل أعداد الإصابات بفيروس كورونا،
خصوصا أن التجمعات والزيارات العائلية وتسوق وغيرها من الأمور تزداد في الأيام الأخيرة من رمضان وفترة العيد، بالتالي تؤدي إلى زيادة كبيرة بالإصابات. وأضافت أن الإجراءات وإن لم تطبق بحذافيرها لكنها على الأقل ستسهم ولو بجزء بسيط في تقليل أعداد الإصابات، مشددة على ضرورة عدم الاستهانة بأعداد الإصابات حتى لو كان بحدود 4000. والحديث حول ارتفاع معدلات الفقر ودور جائحة كورونا في تفشيه، معنا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي الدكتور صباح نعمي. أهلا بك دكتور صباح. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنت بخير. بداية، ما هي أو ما هو سبب تصاعد معدلات الفقر، ولماذا تتركز بشكل أكبر في محافظات الجنوب، رغم أن يعني محافظات الجنوب غنية بالثروات الطبيعية ومواردها البشرية؟ بالتأكيد، يعني حسب إحصاءات وبيانات يعني وزارة التخطيط والتي تشير إلى أن معدلات الفقر وصلت يعني حد الفقر وصل إلى نحو 30% يعني من مجموعة السكان البالغ نحو 40 مليون نسمة. نعم. بالتالي وحتى بعض المصادر الدولية تشير إلى 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 هذا يعني إلى معدل أكبر من هذا الرقم. وطبعا وهذا تتباين يعني نسب المحافظات التي مشمولة بهذا المعدل وخاصة المحافظات الجنوبية واللي تصل إلى نحو 50 اكثر من 50%، مثلا محافظة المثنى، الناصرية تصل إلى 48%، نعم، نيسان 44%. طبعا هذه النسب تتفاوت بين منطقة وأخرى، بالتالي أن وهذا أيضا وهذه المشكلة بصراحة يعني تفاقمت خاصة بعد يعني التعديلات اللي ظهرت في يعني سعر صرف الدولار، نعم، وارتفاع معدل التضخم تصل الى 5% حسب ارقام الرسميه لوزاره التخطيط. صحيح. الا انه الاصلاحات التي يعني حسب ينبغي ان تقدمها الحكومه خلال هذه الفتره وخاصه يعني تداعيات كورونا واسلوب اساليب يعني اجراءات الحظر لم تكن يعني بالشكل الذي يمكن ان تخفف من وطأة هذه الجائحه. نعم. وهي متمثله حتى بخط الفقر، يعني هي ايضا تعتبر جائحه. نعم. بالتالي ان التحديات بصراحه المتمثله بالاقتصاد العراقي والبنيه التحتيه الغير مناسبه اصلا، يعني والتي يمكن ان تفاقم التضخم حتى على مدى 5 سنوات القادمه. طيب. بالتالي ان يعني الاجراءات التي ينبغي ان تقوم بها الحكومه والتي لم تكن على مستوى المطلوب وحتى لا تغطي طموح يعني طموحات اكثر المنظمات الدوليه التي يمكن ان تقدم يعني الدعم المعنوي او عفوا الدعم التنموي او الدعم المالي لتهيئه البيئه الاقتصاديه الاستثماريه الملائمه للاقتصاد العراقي. طيب، الحظر الشامل الذي فرضته الحكومه لايقاف تداعيات جائحه كورونا، ما هي تاثيراتها على الطبقه الاشد فقرا؟ وما هو البديل المطلوب من الدوله؟ يعني الم يكن الاجدى ايجاد بديل يعني لعوائل ليس لديها قوت يومي كانت تعتاش عليه، والان فرض حظر شامل، يعني كيف يمكن ان تعيش؟ طبعا احنا طبعا بالنسبه لطبقات الفئات المعيشيه في العراق، يعني الطبقه الفقيره والطبقه المتوسطه وطبقه الطبقه المتوسطه قد ترتقي الى الطبقه الفقيره. يعني نلاحظ انه مستويات الدخل يعني للطبقات الخط الفقر بعض الاحصاءات وصلت ذكرت الى انه تصل الى 40 دولار شهريا، وهذا طبعا نسبه ضئيله جدا. وحتى بالنسبه للطبقه المتوسطه نلاحظ انه في ظل هذه الظروف يعني حتى الدخل الرواتب وحتى بالنسبه للدخل اليومي لها لا ترتقي الى يعني المستوى المعيشه اللي يكفي ان تقوم اجله، حيث النمط الاستهلاكي للمجتمع يعني المجتمع العراقي تغير، هناك يعني سلع كانت غير ضروريه اصبحت ضروريه. نعم. هناك يعني سلع اساسيه ينبغي ان تكون متوفره على مدار يعني الشهر، وبالتالي انه حتى الرواتب التي الموجوده حاليا سواء كانت الطبقات المتوسطه، وهناك مشكله يعني الطبقات التي ليست لديها رواتب اصلا، وهذه طبعا معضله او تحدي كبير للحكومه وحتى الحكومات القادمه التي تتوفر بها. وبالتالي
إعداد خطة واستراتيجية حكومية ينبغي أن تشارك فيها كافة الوزارات لإعادة النظر في مستوى المعيشي للبلد. يعني احنا القطاع الخاص لا زال مهمل، مع العلم انه كان اكثر المبادرات وضعتها البنك المركزي والمصارف لدعم هذا القطاع لا ترتقي الى المستوى المطلوب. نعم. قد يكون اليات الدعم غير صحيحه، او اجراءات الدعم قاعد القطاع غير متوفر، دعم من خلال المواد الاوليه، اجراءات الايجارات، المحلات، هذا كله يعني تقع يعني على عاتق الحكومه ينبغي ان توفرها. يعني حتى ذاك انا بصراحه الاحظ انه اكثر شيء على اهل المطاعم واهل المحلات يعانون مثلا مشكله الضرائب، مشكله العفو يعني الايجارات، الانكماش الذي المفاجئ الذي ظهر خاصه بعد تغيرات في سعر صرف الدولار، كل هذا طبعا اثر بشكل كبير على يعني المستوى المعيشي. طيب لنتحدث عن تاثيرات جائحه كورونا بالنسبه للاقتصاد العراقي بشكل عام، يعني هل من السهوله التخلص من اثار الجائحه بعد زوالها؟ احنا هاي الجائحه شمل كل البلدان العالم، واكثر البلدان قدمت الاجراءات المناسبه الصحيحه اللي هو دعم المال. لاحظ انا بصراحه بعد اكثر يعني القراءات الموجوده انه الدعم المالي للطبقات الفقيره والدعم يعني لا تتجاوز 6 مليار خلال فتره سنه. نعم. يعني وهذا طبعا مبلغ قليل، ينبغي ان تصل يعني ممكن يعني ان تخصص الدوله قد تصل الى 10 مليار لدولار طبعا لدعم الشرائح الفقيره، وبالتالي ممكن ان تواجه هذه الجائحه. نعم. ونقطه يعني ينبغي ان نلتقي الى انه مساله هناك ممكن الدوله يعني تخفف من اجراءات الحظر يعني لفئات العمل يعني التي يمكن ان تستطيع ان تقوم بممارسه هذه، مثلا سواء كان مطاعم، محلات الضروريه، ولو هي تفتح ولكن في اطار ضيق. وهناك مثلا عندنا مثلا قطاعات التسوق الالكتروني ينبغي ان تشمل كافه، وطبعا هي الظروف المناسبه لهم. نعم. وهناك ايضا ممكن السماح للذين لديهم بطاقات اللقاح التجول والعمل في هذا المجال، اكثر هناك اجراءات ممكن الحكومه تراجع. نعم. يعني بعض الفقرات وتسهل عمل اجراءات الحظر، وخاصه في هذه الفتره يعني يمر يعني فتره 10 ايام، هذه طبعا ثقيله على اغلب يعني شرائح المجتمع. الخبير الاقتصادي الدكتور صباح نعمه، شكرا لانضمامك الينا. أهلا بكم من جديد. جددت الحكومة رفضها وإدانتها بشكل قاطع لأي عمل يعد مزعزعا لأمن واستقرار البعثة الدبلوماسية المقيمة في العراق، سيما ما تعرضت له قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مدينة كربلاء مؤخرا. قالت وزارة الخارجية في بيان صحفي إذ نلفت إلى إجراءات الحكومة خلال الأيام الماضية بهذا الشأن، نشير إلى استمرار التحقيقات للكشف عن هوية الفاعلين والأخذ بالسبل الكفيلة للتوصل للنتائج. وأضافت تجدد الحكومة العراقية التزامها بأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق، واعتماد جميع السبل الضامنة لتسيير عملها وفقا لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية. طالب عضو مجلس النواب قصي عباس رئيس الجمهورية برهم صالح بالمصادقة على إعدام جميع الإرهابيين الموجودين في السجون العراقية. وقال عباس على رئيس الجمهورية الموافقة على إعدام جميع الإرهابيين الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين الأبرياء الذين أسسوا الحركات الإجرامية داخل البلاد، وبين أنه يجب أن يكون هناك قصاص عادل بحق الإرهابيين الدوليين وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، متسائلا لماذا يتم إصدار قرار شامل بحق الإرهابيين الذين دمروا البلاد وانتهكوا حرمة الدم العراقية.
كشفت هيئة الحشد الشعبية عن مقترح بشأن إعادة المفسوخة عقودهم من الحشد. وقال رئيس الهيئة فالح الفياض إنه لم يتم تخصيص أموال المفسوخة عقودهم من الحشد في الموازنة، مؤكدا رفعنا مقترحا لرئيس الوزراء للسماح للهيئة بإعادة المفسوخة عقودهم من تخصيصات الهيئة. وأوضح أن المقترح يتضمن مناقلة بعض الأموال من تخصيصات الحشد لإعادة المفسوخة عقودهم، لافتا إلى أن أغلب المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي هم من شريحة الجرحى. وتابع: نستطيع أن نحل الجانب المالي بموضوع المفسوخة عقودهم، إلا أننا نحتاج إلى إجراءات من الحكومة. كشف مصدر أمني في ذي قار أن حصيلة النزاع العشائري الذي اندلع في ناحية أور جنوب شرق الناصرية بلغت 10 أشخاص بين قتيل وجريح. وذكر المصدر أن النزاع الذي استمر لعدة ساعات من ليلة البارحة بين عشيرتين على أثر حادث سابق تسبب بمقتل 3 أشخاص وجرح 7 آخرين. ولفت إلى أن الشرطة وصلت إلى مكان النزاع بقوة مكونة من فوج كامل وطوقت المكان واتخذت الإجراءات الأمنية اللازمة. نفت عمليات البصرة تصريحا منسوبا لقائدها لواء الركن أكرم صدام. وذكرت العمليات في بيان لها أن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت تصريحا نسب لقائد عمليات البصرة بخصوص حصول مناوشات بين القوات الأمنية وأحد الفصائل المسلحة. وأضافت: نحن في مقر قيادة عمليات البصرة ننفي هذه التسريبات الإعلامية، مبينة أن قائد العمليات لم يصرح إلى أي وسيلة أو جهة إعلامية، كون المخول الوحيد لتلك التصريحات هي خلية الإعلام الأمني حصرا، لذلك وجب التنويه. اعتقلت قوى أمنية شخصا مطلوبا للقضاء بعد تبادل إطلاق النار في منطقة البراضعية وسط البصرة. وذكر مصدر أمني أن القوة الأمنية تمكنت من اعتقال الشخص في منزله وفق مذكرة قبض قضائية دون تسجيل إصابات في عملية تبادل إطلاق النار. نشد عدد العشرات من صيادي قضاء الفاو جنوبي البصرة الجهات الحكومية توفير الوقود لزوارق الصيد الخاصة بهم، والتي تقدر بأكثر من 2000 زورق بحري تستخدم للصيد. وذكر الصيادون أن قضاء الفاو يعد البوابة المهمة لمزاولة هذه المهنة التي توفر فرص عمل كثيرة. دعينا الحكومة إلى دعم الصيادين وتوفير بعض الاحتياجات الضرورية لمصدر عيشهم. أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية عن انطلاق الرحلة الاستثنائية الثالثة للناقل الوطني المخصصة لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين داخل الأراضي الهندية. وقال مدير عام الشركة كفاح حسن إن الرحلة نفذت استنادا لتوجيهات وزير النقل ناصر حسين الشبلي بعد استكمال الموافقات الرسمية من السلطات العراقية والهندية. وأضاف أن الخطوط الجوية العراقية اعتمدت أعلى المعايير الصحية والوقائية قبل وبعد تنفيذ الرحلة، بما ينسجم مع توصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية. ختاما تذكير بأبرز عناوين هذه النشرة. مستشار الأمن القومي يبلغ السفير البريطاني رفض الحكومة تصريحاته المتعلقة بالانتخابات العراقية ويعدها تدخلا غير مقبول بالشأن الداخلي. مكتب الكاظمي يحدد عوامل أنجاح الانتخابات المبكرة، واللجنة الأمنية العليا للانتخابات تصدر توجيهات للقوات الأمنية بهذا الخصوص. اتهامات نيابية للحلبوسي بقتل دور مجلس النواب التشريعي والرقابي، وتعطيل الجلسات والاستجوابات تغليبا لمصالحه الشخصية.
محافظات تستغيث لاستثنائها من الحظر الشامل، والعمل النيابية تصنف إجراءات الحكومة بالعبثية وتطالبها بتعويض المتضررين. وفي الختام لكم منا أطيب التحايا، دمتم بخير، في أمان الله.